مساء الخير، بداية النشرة معنوينها. بعد محيط مجلس النواب أعمال شغب بمحاذاة السرايا الحكومية. لجنة صوغ البيان الوزاري اجتمعت والشق المالي الحاضر الأبرز. موازنة 2020 الاثنين لناظره قريب. وصية فيلتمان للإدارة الأمريكية لا تقطع العلاقات مع لبنان. وحاكم مصرف لبنان عن الهيركات يحتاج إلى قانون. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. ثقة، هذا هو كل المطلوب اليوم للانطلاق جديا نحو الخروج من الأزمة الراهنة التي تعود إلى أخطاء تراكمت على مدى 3 عقود كما تقول الوقائع، لا 3 سنوات فقط كما تروج الشائعات. والثقة المطلوبة اليوم أبعادها 3، نيابي وشعبي ودولي. الثقة النيابية ضرورة دستورية، وفي هذا الإطار تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري عملها على أن تكثف اجتماعاتها الأسبوع المقبل لإنجازه بعدما باتت مسودته الأولى جاهزة. لكن إذا كانت الثقة النيابية ضرورية فهي وحدها لم تعد كافية اليوم، ذلك أن الحكومة الجديدة شكلت إثر حراك أو انتفاضة أو ثورة، والدور الشعبي المباشر بات طبيعيا لتستكمل الصورة. وإذا كانت الرقابة الشعبية على عمل الحكومة مطلوبة اليوم أكثر من أي يوم مضى فالشغب مرفوض، وواجب الدولة بأجهزتها كافة أن تفرض احترام القانون ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحقول دون قطع الطرق، وهذا ما يتكامل مع حرية التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق ولا يتناقض معها أو ينقضها. تبقى الثقة الدولية وحكومة الرئيس حسان دياب تراكمها شيئا فشيئا يوما بعد يوم. فبعد مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي في لبنان إلى جانب المواقف الأمريكية المتتالية التي لا تستبعد التعاون مع الحكومة إذا تبنت مسارا إصلاحيا، وآخرها اليوم لجيفري فيلتمان، وبعد الموقف الداعم البارز للرئيس الفرنسي قبل أيام، تلقى الرئيس العماد ميشيل عون اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد له فيه وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره. وأعرب ماكرون عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق أن التزم بها لبنان في مؤتمر سادر. وبدوره شكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكدا العمل على معالجة الأوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادية. امتى منفكر بلبنان؟ لما كل مشاويرنا بتكون بلبنان ومنشجع مشاريع جديدة وناس منحبهم. أهلا، تفضلوا شرفونا، تفضلوا. هيدي أطيب بطاطا، بطاطتنا. تفضل. لك صحتين يا شباب. لما مندعم كل منتج لبناني ومنفتخر إنه تصنع بلبنان، منفكر بلبنان بكل فرصة منعطيها للشباب ليضلوا عنا وما يهاجروا. لما منشتري كل غرض من هون لأنه منعرف إنه مردود وباقي هون، كل ما نحرك اقتصادنا منكون عم نفكر بلبنان.
البداية من التحركات في وسط بيروت والتي حاول خلالها بعض المحتجين إزالة الفواصل الحديدية للتهجم باتجاه مجلس الوزراء، فتصدت لهم عناصر مكافحة الشغب. والمزيد في رسالة للزميل جورج عبود. جورج، مساء الخير. بدأت التحركات اليوم بمسيرات باتجاه وسط بيروت وانتهت إلى المشهد يلي كنا عم نتابعه معك، كل التفاصيل معك. صحيح اسبرانس، يعني مثل ما كنت ذكرتي خمس مسيرات انطلقت، كانت نقطة الالتقاء فيها جمعية المصارف وبالتالي من جمعية المصارف باتجاه البرلمان. إنما بخطوة مباغتة عملية التجمع هالمرة ما كانت قدام الحاجز الحديد اللي بدخل على ساحة النجمة والبرلمان، إنما أمام السراي الحكومي. صحيح، يعني عند وصول المتظاهرين على السراي الحكومي بدأت أعمال أحداث الشغب وبالتالي محاولة اقتلاع ونزع السياج الحديدي الموضوع عند أول حاجز أمني اللي بفوت على مدخل السراي الحكومي. عملية تصاعدية كنا عم نشهدها من خلال رمي المفرقعات النارية إلى داخل الباحة الخارجية من السراي الحكومي، بالإضافة إلى الحجارة وعملية نزع واقتلاع البوابة الحديدية. عندها تدخلت مكافحة الشغب وبالتالي لجأت أول شيء لخراطيم المياه من أجل إجبار المحتجين على التراجع إلى الخلف. شفنا تصاعد وتيرة التوترات وبالإضافة إلى عملية اقتلاع هيدي البوابة تم عملية يعني تدخل العناصر من مكافحة الشغب. أول شيء شفنا عملية إطلاق قنابل مسيلة للدموع وبالتالي شفنا تقدم لعناصر قوى مكافحة الشغب. هذا الموضوع أجبر المتظاهرين أنهم يتراجعوا وبالتالي شهدنا عملية كر والفر بالشوارع الداخلية من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، وحاليا تمكنت قوى الأمن الداخلي من التقدم بمؤازرة من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش اللبناني كان عم بيأزر فقط لا غير، وأجبرت المتظاهرين أنهم يتراجعوا إلى ما بعد الصيف. يعني نحن حاليا متواجدين أمام بيت المركزي للكتائب. يعني هذه العملية وهذا النطاق كله عم نحكي ساحة الشهداء الصيفي، ساحة الشهداء رياض الصلح، أصبحت خالية كليا من المتظاهرين من بعد ما أجبرتهم قوى الأمن الداخلي على إخلاء المكان بعد تصاعد التوتر عند هيدي النقطة. عملية يعني الشغب تم ضبطها، نجحت عناصر مكافحة الشغب بإبعاد المتظاهرين باتجاه بيت الكتائب، وبالتالي حاليا عم نشوف من الصيفي باتجاه الدورة. عملية تخلل يعني سقوط بعض الإصابات، معظمها ما صار في تضارب مباشر بين عناصر من قوى الأمن الداخلي والمحتجين، إنما اللي شفناها الإصابات هي نتيجة عمليات إغماء، نتيجة القنابل المسيلة للدموع اللي تم إلقاءها من بعد ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وعملية محاولة اقتحام الباحة الخارجية للسراي الحكومي. حاليا فينا نقول عملية إبعاد مجددا المتظاهرين من بعد البيت الكتائب، يعني من بعد البيت المركزي للكتائب، عم نحكي نحن على أوتوستراد مريم خيل وبالتالي باتجاه الدورة. تمكنت عناصر مكافحة الشغب من أنهم يبعدوا بالكامل عن هيدي المنطقة العناصر المحتجة وبالتالي طاردتهم وسط انتشار للجيش اللبناني. يعني نحن عن تقاطع حاليا الصيفي، في يقول انه المنطقة خالية كليا من المتظاهرين، وبالتالي فينا نعتبر انه الهدوء عاد لهيدي النقطة وبالتالي انتهاء هيدي الاعمال الاحتجاجية اللي كانت انتقلت هالمرة من ساحة النجمة إلى السراي الحكومي. يعني رح أطلب من الزميل جان لطوف أنه يتقدم شوي باتجاهي، رح نفرجي بعدسة الكاميرا كيف الطريق عن بيت الكتائب أصبحت يعني مسرح عمليات للصليب الأحمر اللي عم بتواكب تقدم عناصر مكافحة الشغب. يعني حاليا مثل ما عم نشوف مطرح ما موجود صفارات الانذار تبع سيارات الصليب الأحمر، رح أطلب أنه يصير في زوم إن شوي، عم نشوف عناصر مكافحة الشغب كيف راجعة من هيدي المهمة من بعد ما تم إبعاد نهائيا المتظاهرين
نحن عم نحكي قطاع الصيفي باتجاه مبنى النهار ايضا، صعودا باتجاه ساحة الشهداء ودخولا الى رياض الصلاح والسراي الحكومي مطرح ما كانت الاحتجاجات. شهدت اعمال واحداث شغب في محاولة لاقتحام الباحة الخارجية للسراي الحكومي. حاليا عم نشوف بعض عناصر من مكافحة الشغب اللي عم ترجع على نطاق مبنى النهار، يعني كان عناصر من قوى الأمن الداخلي وعبر الهوت بارلور وعبر مكبرات الصوت كانت وجهت نداءات من بعد ما بدأت أعمال الشغب والاعتداءات على عناصر قوى الأمن الداخلي، كانت عبر مكبرات الصوت عم تطلب من المتظاهرين السلميين أنه يغادروا ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم من بعد ما شهدت أعمال شغب. وبالتالي شفنا عملية الكار والفر اللي انطلقت من أجل إبعاد من بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات والتوترات عند هذه النقطة. شفنا كيف بدأت عملية إبعاد المتظاهرين واستعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل تفرقتهم، يعني عم نشوف عناصر من قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب من بعد ما أبعدت باتجاه الصيفي واوتوستراد مرم خايل المرفأ كيف شفناها عم بلش ترجع عند هيدي النقطة، بمعنى انه تم ابعاد نهائيا المتظاهرين. اسبرانس، شكرا لك على رسالة، وبالطبع رح نرجع لك لدى ورود اي جديد. وبينما انتقل الحراك من مدخل مجلس النواب إلى رياض الصلح مدخل السراي الحكومي، كانت لجنة صوغ البيان الوزاري تعقد ثالث اجتماعاتها. استماع إلى مدير عام وزارة المال حول الوضع المالي، ودياب ينوه بحيوية النقاشات ويدعو إلى تكثيف الاجتماعات لإنجاز البيان في أسرع وقت ممكن. بنية البيان الوزاري لحكومة حسان دياب أنجزت بعمل دقيق يظلل الاجتماعات المتلاحقة للجنة صوغ البيان الوزاري التي تعود إلى الانعقاد الاثنين المقبل، ليبقى الشق المتعلق بعمل كل وزارة بحيث تحدد ما هي قادرة على الالتزام به، ما يعني تضمين البيان الوزاري ما سيطبق فقط، وهو ما يصر عليه رئيس الحكومة. أهم ما بحث اليوم كان في الشق المالي بدليل حضور مدير عام وزارة المال علام بفاني لاجتماع اللجنة، والبيان سيعكس شكل الحكومة، أي أنه سيكون علميا مقتضبا واقعيا وموضوعيا لا حالما، كون العاملين على وضعهم أشخاص علميون تشدد مصادر مطلعة، مؤكدة أيضا وجود تصور لمهلة زمنية قصيرة لإنجاز البيان الوزاري لا تستنفد مهلة الشهر الدستورية. نوه دولة الرئيس دياب بالروحية التي تسود بين أعضاء اللجنة وحيوية النقاشات التي تحصل في الجلسات والاقتراحات الموضوعية التي يطرحونها، ودعا دولة الرئيس إلى تكثيف الجلسات لإنجاز البيان في أسرع وقت ممكن. واستمعت اللجنة في بداية جلستها إلى شرح من المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني حول الواقع المالي. إذا ماشيين بهيدي السرعة يعني ما بتخيل أنه بوقت قريب رح تصدر يصدر البيان. ما يوزع عن البيان حول ارتباط شقه الاقتصادي بخطة ماكنزي وورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة السابقة غير دقيق، تؤكد المصادر المطلعة. نحن هلأ بطور وضع المسودة الأولى يلي هي تتعلق بعدة مواضيع اقتصادية وما شابه، وهي أكيد الأولويات لعمل الحكومة، واتباعا نحن عم نستكمل، بس نحن هلأ بطور إنجاز المسودة الأولى. أما الشق السياسي فلم ينجز بعد، يبقى أن الحكومة ستكون يوم الاثنين على موعد مع استحقاق يطرح أمامها معضلة دستورية، فحكومة الحريري لم تعد قائمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تنال ثقة المجلس النيابي بعد، فكيف سيكون التعاطي مع جلسة مناقشة مشروع موازنة 2020؟ تشير مصادر مطلعة إلى أن الخيارات المطروحة ثلاثة: خيار أول باسترداد المشروع، ما يعني عمليا الذهاب إلى مناقشة موازنة جديدة وبالتالي العودة إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وهو يناقض العنوان التقشفي للموازنة، بالإضافة إلى المعضلة الدستورية حول إمكانية استرداد حكومة دياب لمشروع الموازنة في الأساس كونها لم تنل ثقة مجلس النواب بعد.
الخيار الثاني هو السير بموازنة 2020 بما يحمل الحكومة الجديدة وزر تطبيق موازنة لم تضعها. أما الخيار الثالث وفق المصادر المطلعة فينطلق من مبدأ أن الحكم استمرارية، ما يطرح إمكانية امتناع الحكومة عن المشاركة في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2020. وأمام هذه الخيارات تلفت المصادر المطلعة إلى أنه يجري درس المخارج الدستورية ليبنى القرار على ضوئها. تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد ماكرون للرئيس عون وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره، وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق أن التزم بها لبنان في مؤتمر سادر. اعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة جيفري فيلتمان أن الحكومة اللبنانية الجديدة هي الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله منذ حكومة كرامي عام 2005، ولفت في مقابلة مع قناة الحرة إلى أنه لا يمكن أن نخادع في هذا الموضوع، فهناك انقسام في لبنان، وأكد أن لا مشكلة عند الولايات المتحدة بالتعاون مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل كوزير خارجية رسمي والتواصل معه. وشدد فيلتمان على أنه لا يوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان، بل من المهم جدا أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة وكيف ستستجيب لمطالب المحتجين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية. هذه الحكومة الأكثر اقترابا من سوريا وحزب الله وإيران ومنذ حكومة كرامي في العام 2005، وهنا لا يمكن أن نخادع في هذا الموضوع، هنالك انقسام في لبنان، وإذ نقول ذلك الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة بالتواصل والتعامل مع جبران باسيل كوزير خارجية رسمي، ولا ليس هنالك أي انبساط لنفوذ حزب الله خارج جبران باسيل. هو الذي وضع مذكرة التفاهم بين حزب ميشيل عون وبين حزب الله، وهذا سمح لحزب الله بأن يحصل على هذا الدور الوطني في لبنان. نحن يسعدنا أن نتعامل مع جبران باسيل كوزير خارجية، وأنا لا أوصي بأن يكون هنالك قطع للعلاقات مع الحكومة القادمة في لبنان. من الهام جدا أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة واستخدام النفوذ في داخل لبنان لتشييع تلك الحكومة على تعزيز لبنان، سيادة لبنان، والتعامل مع القضايا الاقتصادية والقضايا التي تستجيب لمظالم المحتجين الشرعيين على الأرض. فأنا لا أناصر بقطع العلاقات أو بتعليق أي نوع من العلاقات أو المساعدة مع لبنان بشكل استباقي. هنالك شعب في لبنان ينظر إلى العالم الخارجي ويتطلع إلى الغرب كجزء من تحقيق طموحاته، وأعتقد علينا أن نبقى شركاء معهم لحين أن يثبت غير ذلك. جبران باسيل هو من يمكن حزب الله، طبعا هذه الحكومة غير مثالية وعلى ألا يتم التعاطل معها، فأنا أعارض مثل هذه النظرة وأنا أناصر العمل مع الحكومة لنرى ما ستقدمه. سيد ديفيد شنكر تحدث للحرة اليوم، قال أن هناك عقوبات قادمة، هل تؤيد فرض عقوبات على جبران باسيل كما يطالب البعض؟ وهو لم يعد وزيرا للخارجية إذا كانت هذه المشكلة قائمة من قبل. لست مسؤولا عن السياسة الأمريكية للعقوبات. جبران باسيل مسؤول عن توسيع نفوذ حزب الله في لبنان، وأنا أفهم النقاش حول ما إذا يجب أن تفرض عليه عقوبات.
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا دخلنا في مرحلة حكومية جديدة بشكلها وعنوانها ومهماتها، وربما هذه المرة الأولى في لبنان على الأقل منذ اتفاق الطائف الذي نرى فيه تشكيل الحكومة بهذه الطريقة والصورة، وهذا أمر إيجابي يسجل لرئيس الحكومة وللحكومة وللقوى التي ساهمت وسمت وتريد أن تعطي ثقة. وخلال حوار سياسي أقامه حزب الله مع الأهالي في حسينية بلدة جنوبية، شدد فضل الله على ضرورة أن يكون العمل في هذه المرحلة أكثر من الكلام، أي الكثير من العمل والقليل من الكلام، فهذا نبض الناس، وفي الوقت نفسه علينا أن نعطي هذه الحكومة وقتها وفرصتها الكاملة، وألا نستعجل عليها، وألا يحملها أحد المسؤوليات الكاملة عن كل ما حصل من تبعات، لا سيما وأن رئيس الحكومة وهؤلاء الوزراء الجدد ليس لهم علاقة بكل هذه الأزمة التي حصلت في لبنان. يعني اللي بيراجع من اتفاق الطائف عمليا بدي اقول 89 90 يعني الى اليوم لاول مره نرى حكومه بهذه الطريقه، وهذا امر ايجابي يسجل لرئيس الحكومه وللحكومه وللقوى التي ساهمت وسمت والتي تريد ان تعطي الثقه. نحن بنقول دخلنا مرحلة حكومية جديدة يفترض أن يكون فيها العمل أكثر من الكلام، يعني كثير من العمل قليل من الكلام أيتها الحكومة أيها الوزراء. هذا ليس موقفا شخصيا، هذا اليوم نبض الناس، ما حدا يحمل هاي الحكومة المسؤوليات الكاملة عن كل ما حصل، وكأنه هي ما هو كلهم الوزراء اللي يجوا يمكن ما لهم علاقة بكل هذه الأزمة، لا رئيس ها ولا وزراء، فما حدا يحملهم هذه التبعات، بل على العكس لازم نعطيها فرصتها ونعطيها وقتها وما نستعجل عليها سرعة مع عدم تسرع. المطلوب إنجاح هذه الحكومة في مهمتها الانقاذية، وهذه مسؤولية مش بس بده يعطي الثقة، مسؤولية الكل، لأنه بمكان ما هناك إما من يراهن إما من يعمل على الإفشال، وبالحقيقة عم ينصاب كل مواطن ساعتها، لأنه هاي الفرصة هلأ المتاحة أمامنا جميعا. بموضوع البيان الوزاري ما بنعتقد أنه في أي عقبات أو معوقات، مفترض أنه بأسرع وقت بينجز البيان الوزاري. رأى نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة أبصرت النور وفق الآليات الدستورية من خلال المجلس النيابي ممثل الشعب، وشدد قاسم على أن الحكومة أو على الحكومة أن تقوم بعملها وبرنامجها، وعلينا أن نعطيها الفرصة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمعيشية. كلام قاسم جاء خلال احتفال تأبيني نظمه حزب الله في ذكرى أحد قياديه الحاج غريب رضا في حسينية الإمام الخميني في بعلبك. هذه الحكومة هي حكومة لبنان، لأن اختيارها تم من خلال المجلس النيابي من خلال ممثلي الشعب وفق الآليات الدستورية المعروفة. أما أن يقولوا عنها بأنها حكومة اللون الواحد أو حكومة الحزب أو حكومة الفريق، فهذه دعايات لا قيمة لها ولا تغير في المعادلة شيئا، لكنها صراخاتهم من ألم تشكيل الحكومة لمصلحة لبنان، لأن بعض الأفرقاء في لبنان يقبلون الفوضى ويساهمون في الفوضى على أن لا تكون الحكومة نشطة وتعمل من أجل مصلحة لبنان لأنهم ليسوا جزءا منها. هذه مشكلتهم. أنا أعتقد أن الحكومة ستنطلق، وكل هذا الصراخ لا يقدم ولا يؤخر،
وبعض المشاغبين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة لا يستطيعون تغيير مسار بلد ولا خيارات شعب. بالتزامن مع التطورات السياسية والميدانية، جلسة الاثنين لمناقشة مشروع الموازنة لا تزال قائمة، والحكومة الجديدة أمام إشكالية استردادها أو العمل بها، أما الجميع ففي سباق مع الوقت. في السابق منذ اتفاق الطائف ستمثل حكومة جديدة أمام المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة العامة قبل أن تنال منه الثقة. الجدل الواسع حول دستورية الجلسة حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة يوم الاثنين حرصا على التقيد بالمواعيد الدستورية لمناقشة وأقرار الموازنة، إلا أن حكومة حسان الدياب الجديدة برئيسها ووزرائها ستمثل دون أن تكون قد وضعت المشروع ولا حتى اطلعت عليه ولا وافقت عليه على أن تتحمل مسؤوليته في عهدها المقبل. الإشكالية هذه ستطرح في لقاءات يعقدها دياب مع بري سيما مع احتمال استرداد الحكومة لمشروع الموازنة لإعادة درسه. عضو تكتل لبنان القوي النائب العون يؤكد على الظرف الاستثنائي الذي يوجب الذهاب سريعا إلى مناقشة وإقرار الموازنة. المسار أول شيء قانونياً ودستورياً في نقاش، بس بحسب المادة 64 الدستور تعتبر الحكومة قبل الثقة مثل الحكومة بعد الاستقالة، يعني اثنيناتهم يعتبروا بيصرفوا أمل بالمعنى الضيق. نحن كنا مرتدين نعمل جلسة الأربع خميس الماضي أو تنين ثلاثة لو ما تشكلت الحكومة بحكومة تصريف أمل. أولاً أنا بفضل أنه أول شيء غير أنه من خلف الدستور أي نتخطى 31 واحد، بس أختي أنا أقول لك مش هيدا المحل الوحيد. نحن بموازنة بعد نعمل فيها تخفيضات إضافية عن موازنة 2019، يعني أي ذهاب إلى عدم تصويت على موازنة، انتظار موازنة جديدة من الحكومة، مناقشة عن جديد بلجنة المال والموازنة، ورحنين لك يمكن على قليلة بلكي شهرين ثلاثة، ما الوقت عم بيصرفوا الشباب على أساس الإثناء عشرية تبع 2019 اللي هي أعلى بالوقت، نحن بحاجة فرنك من غير منوفر. هلأ طرق اليوم بالخطة طبعا الحكومة جديدة، أي تعديل بالتوجهات بسيطة ونصوت على قوانين بتعدل هذا الشيء. ماذا حققت هذه الموازنة من خفض في أرقام العجز؟ يقول عون أن الأزمة حادة وأن الوفر الذي كان يمكن تحقيقه من بعض الأرقام لم يعد ممكنا اليوم. هدف 0.6% مش واقع بقى، حتى نيجي نقول والله ما فينا نقارن عليه بقى. على صعيد النفقات هالموازنة عملت جهد كتير كبير بعد من أفضل السنين، يعني بعد أفضل من 2019. بيبقى عندك ثوابت مع الأسف اللي هني عجز الكهرباء، اللي هني خدمة الدين، وطبعا عندك كتلة المعاشات وغيره. هيدا كان على أساس إيرادات العاملين كانوا بالحكومة، كان عندك تخفيض واصل تقريبا إلى حد أساس صفر، بس هذا قائم على نظرية أنه رح ناخد أرباح من البنوك إضافية، رح نطير خدمة الدين الداخلي، ورح نعمل إيرادات منيحة. وإذ بتدهور الأمور من 17 تشرين الأول لهلأ دركبنا الدركب كبيرة على صعيد الإيرادات، أشطنا 40%، عمليا أنت ما بقى مأمل لك هالمبلغ اللي كنت متوقعتي، بلس أشطب الإيرادات، رجعتي على موازنة فيه عجز. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أكد تمسك الرئيس بري بالدعوة إلى الجلسة يوم الاثنين. تعود الحكومة إذا ما ارتأت باستعادة الموازنة لوضع ملاحظاتها عليها، أما عدا عن ذلك فالرئيس مازال طبعا مصر على عقد الجلسة في موعدها. ساعات تفصلنا عن موعد الجلسة التي لا تزال قائمة حتى الساعة، وفي الانتظار تستكمل المساعي لإيجاد المخارج اللازمة للإشكاليات الدستورية والسياسية والمالية المرتبطة بمناقشة مشروع الموازنة. في وزارة المالية لقاء بارز للوزير غازي وزني، فقد استقبل وزير المالية غازي وزني نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع في مكتبه في وزارة المالية، وهنأ جدع الوزير وزني بتشكيل الحكومة، وكان بحث في الأوضاع العامة.
رد حساب مصرف لبنان على تويتر نقلا عن الحاكم رياض سلامي على سؤال لرجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور بشأن ما إذا كانت الأموال التي يحولها رجال الأعمال العرب والأجانب لدعم البنوك اللبنانية عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها، بالقول بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان كل الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني. وأضاف مصرف لبنان في سلسلة من التغريدات أن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الهيركوت، لا سيما وأن أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب. وتابع أن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما بالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج، مشيرا إلى أنه من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان. تنشر وسائل إعلام مكتوبة وتبث وسائل مرئية ومسموعة ومواقع إلكترونية من حين إلى آخر كلاما ومواقف تنسبها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، تارة باسم مقربين من الرئيس وتارة أخرى باسم فريق الرئيس وطورا باسم زوار الرئيس، تتضمن معلومات غير صحيحة حينا وغير دقيقة أحيانا. يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد مجددا أن أي كلام لا يصدر عن فخامة الرئيس مباشرة أو من خلال مكتب الإعلام لا يمكن الاعتداد به أو الاستناد إليه وترويجه، ويهيب مكتب الإعلام مجددا بوسائل الإعلام كافة العودة إليه للتدقيق في أي موقف منسوب إلى الرئيس عون، حفاظا على الصدقية من جهة وعلى دقة الخبر من جهة أخرى، لا سيما في الظروف الراهنة حيث تكثر التسريبات والشائعات والأخبار الملفقة لأسباب لا تخفى على أحد. قضائيا، صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد بويز البيان التالي: أصدرت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي جمال خوري قرارا يحمل الرقم 130/2019 قضى برد طلب الارتياب المشروع المقدم من النائب بولا يعوبيان بوجه رئيس محكمة البداية في المتن القاضي لياس ريشا والعضوين رشا الجرادي وسيلين الخوري، مثبتا انعدام وجود أي ارتياب أو انحياز في تصرفات هيئة المحكمة في الدعوى المقدمة من الوزير جبران باسيل بحق النائب يعقوبيان لمساءلتها عن الأخبار الكاذبة التي زعمتها في موضوع تقاضيها عمولة في صفقة البواخر. إن القرار المذكور يثبت إضافة إلى ما تقدم أمرين جوهريين: أولا، محاولة النائب يعقوبيان صرف الأنظار عن هشاشة مزاعمها موضوع الدعوة عبر الإيحاء بانحياز مزعوم لهيئة المحكمة، الأمر الذي ثبت عكسه بقرار محكمة التمييز. وثانيا، محاولة النائب يعقوبيان التأخير في إصدار الحكم النهائي بالدعوة لعلمها اليقين بعدم صحة مزاعمها بدليل تقدمها بطلب الرد قبل يومين فقط من الموعد المحدد لإصدار الحكم من قبل محكمة البداية. وختم البيان قائلا: نشير أخيرا أن المماطلة التي اعتمدتها النائب يعقوبيان لن تخفي الحقيقة الساطعة المتمثلة بزيف مزاعمها حول العمولة المزعومة. نتابع النشرة وبعد الفاصل. إجراءات وقائية في وجه فيروس كورونا.
أهلا بكم من جديد. هل وصل فيروس كورونا إلى لبنان؟ وما هي الخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة ومطار بيروت للوقاية من هذا الفيروس الذي قد يكون قاتلا؟ مع الإشارة إلى أن وزير الصحة يتوجه مساء إلى مطار بيروت حيث يقوم بجولة للاطلاع على الإجراءات. لم تقتصر حالات الهلع التي تسبب بها فيروس كورونا على مدينة ووهان الصينية فحسب، إنما انتقل الخوف والحذر إلى الكثير من الدول الأخرى. وعلى الرغم أن هذا الفيروس لم يصل بعد إلى لبنان، إلا أن وبحسب المعلومات فإن وزارة الصحة العامة قد باشرت باتخاذ التدابير اللازمة من خلال خطوات عدة، وأيضا من خلال توعية المسافرين والبدء بتوزيع المنشورات والملصقات حول هذا الفيروس وتنبيه المستشفيات للتبليغ عن أي حالات من الأمراض في الجهاز التنفسي، خصوصا أن عدد التجار اللبنانيين الذين يزورون الصين واليابان وتايلاندا والولايات المتحدة للإتيان ببضائعهم لا يستهان به. وفي هذا الإطار أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن للأو تي في أنه سيتواصل مع رئيس الدائرة الصحية لإعادة تركيب الكاميرات الحرارية لضبط حرارة المسافرين الآتين إلى لبنان، وذلك كتدبير احترازي فيما يتعلق بفيروس كورونا. وقد أصدر تعميما طلب من شركات الطيران نظرا إلى الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتقال عدوى كورونا تابعة استمارة خاصة لكل مسافر، ومن ثم تسليمها إلى قسم الحجر الصحي، وذلك لاتخاذ هذا التدابير اللازمة والوقائية. أما المشكلة فتكمن فأنه حتى اليوم لا تتوافر الفحوص اللازمة لكشف فيروس كورونا في لبنان، إذ أنه يتطلب فحصا خاصا غير متوافر في البلاد، فيما تسعى وزارة الصحة إلى تأمينه. استقبل وزير الصحة حمد حسن نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف مع وفد من مجلس النقابة، وقد بحث اللقاء الشؤون الصحية لا سيما مواضيع تخص النقابة. النقيب أبو شرف شدد على أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على الوقوف في موقع واحد حتى نستطيع إكمال المسيرة التي بدأت منذ فترة بعيدة فيما يتعلق بالمشاكل الصحية التي يعاني منها كل اللبنانيين. نحن جينا نهني معالي الوزير يلي بموقعه منعتبر حالنا نحن وياه واحد، حتى نقدر ننهض ونكمل مسيرة بدأت حتى من قبل فيما يتعلق بالمشاكل الصحية اللي كل اللبنانية عم بيعانوا منها. واعتقادي وكل إيمان إنه خلال فترة أكيد مش طويلة رح يبين الأداء والنتيجة. الختام مع صفحة الأحوال الجوية. مساء الخير. بعد الثلوج العشوائية اللي شهدناها فجر الجمعة وكانت للمناطق الشمالية الحصة الأكبر منها، عم نكون مع طقس مستقر لكن بارد بيستمر على هالشكل لبكرة الأحد مساء، بحيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وبتتحول الرياح من شمالية إلى جنوبية شرقية، بتعيد الأجواء إلى معتدلة بين الاثنين والأربعاء. إذا طقسنا لبكرة مشمس إلى غائم جزئيا بارد نسبيا مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال عكار عم بتسجل 12 درجة، طرابلس 16، العاصمة بيروت عم بتسجل 15 درجة، سور 16، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 9، لقلوق 4، زحل 11، وجزين 9 درجات. نسبة الرطوبة ساحل عم توصل ل 60%، الرياح السطحية الشمالية باردة بتتراوح سرعتها بين 10 وال 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض الموج. إذا بالتفصيل كيف يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للأحد جونا مستقر غائم جزئيا إلى قليل الغيوم بارد نسبيا ومناسب جدا لمحبي رياضة التزلج، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 15 درجة. للتنين والتلاتة جونا بتابع مستقر غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اللي رح تسجل ساحلا 16 درجة و 18 درجة. للأربع بترجع أجواءنا متقلبة وبتعاود المنخفضات الجوية نشاطة نحو لبنان لتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، أما درجات الحرارة فبتنخفض لتسجل ساحلا 16 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، نشكر لكم حسن المتابعة، ولكن مشاهدينا خليكم معنا، بعد دقيقة رح نتابع حلقة جديدة من رح نبقى سوا وموضوع الليلة البطالة.
للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وفيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.